أنا المهندسة المعمارية ريا العاني، جيت لبغداد تقريبا صار لي أسبوعين عمود أتابع موضوع الجناح العراقي في إكسبو 2020. إكسبو 2020 هيكون في إمارة دبي. الإكسبو يصير كل 5 سنين ومدة الإكسبو 6 أشهر. هذا طبعا حدث كلش مهم، تاريخي، هيكون مهم وعالمي، لأن أول مرة يكون في بلد عربي، وهذا في طريقة لإبراز الإرث الحضاري لكل بلد. السيد الرئيس برهم صالح أرسل رسالة إلى سمو الشيخ محمد بن راشد يؤيد حضور العراق في مساهمته في جناح العراق في إكسبو 2020، وإحنا نطلب من السيد الرئيس برهم صالح ومن سيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إن ينظرون بهذا الموضوع وكيف ممكن تحقيقه وإنجازه، لأن الواضح هناك صعوبات مالية وإدارية وزمنية ممكن تمنع العراق من الحضور في مثل هذا العرض المهم. هذا العرض ممكن مهم من نواحي فنية ثقافية، وهو يمثل العراق بشكل الكامل، ممكن يكون يفتح فرص للنمو الاقتصادي وفي إيضاح المشاريع الاستثمارية في العراق بكل محافظاته، وهو يخلق فرص عمل للعراقيين في داخل العراق ويربط علاقاته مع دول العالم، العالم العربي والعالم بشكل عام. ونطلب من الحكومة العراقية وبإسناد من القطاع الخاص إن العراق يكون حاضر في مثل هذا الحدث المهم وإن لا يكون غائب. ولكم كل الشكر والتقدير.